أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. يقول حفظكم الله: قرأت في كلام لفضيلتكم في كتيب المنتقى الرصين عن الإمام المنتقى الرصين عن رصين؟ الإمام الرصين نعم ما أعرفه ذا نعم. يقول عن الإمام محمد منتقى رصين ومنتقى ما هم رصين نعم. يقول حفظكم الله عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أنه حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة. ما معنى ذلك؟ أي نعم لا بس هو حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة. شيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي وهو سلفي في العقيدة. كل أهل العلم المحققون كلهم يتبعون المذاهب الأربعة في الفقه ولكنهم سلفيون في العقيدة نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: هل يشترط النية؟ اللي يقول أنه ما يصير العالم داعية إلا إذا كان غير مقلد لأحد المذاهب، هذا خطأ. فلا مانع أن الإنسان يكون متبعا لمذهب في الفقه ولكنه في العقيدة على مذهب السلف نعم.